بدون الباروك علامة السن والمرض تظهر على سمير صبري. في ذكرى رحيله سمير صبري يروي رحلة مرض الساحر محمود عبد العزيز. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ فلا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير صبري ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سمير صبري. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. بدون الباروك علامة السن والمرض تظهر على سمير صبري. أثار الفنان سمير صبري حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أمس الجمعة 9 أكتوبر بعد لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي أمسية. وصدم سمير صبري الجمهور والمتابعين ونشطاء السوشيال ميديا بعد ظهوره للمرة الأولى بدون الباروكة التي تعود على ارتدائها منذ بداية الظهور بسبب شعره الخفيف. وتحدث سمير صبري خلال الحلقة عن ذكرياته مع حرب أكتوبر ولقائه بالأسير الإسرائيلي عساف يجوريا قائلا: بعد انتصار أكتوبر تم تحديد موعد لي من خلال الجهات المعنية لعمل اللقاء مع الأسير عساف يجوريا، وبالفعل ذهبت لعمل اللقاء وتم تحديد الأسئلة، ولكن عندما رأيته كنت أشبهه بالشخص المتشفي، وكانت ملامح وجهي تقول رأيتم الجيش المصري الذي استهزأوا به في النكسة كيف عبر في 6 ساعات فقط. وبالفعل قمنا بتسجيل الحوار في مكان ما، وبعد التسجيل لسبب ما تقرر عدم عرض اللقاء. وهنا حضرت الفنان سمير غانم. في ذكرى رحيله سمير صبري يروي رحلة مرض الساحر محمود عبد العزيز. تحل اليوم الذكرى 3 لرحيل الفنان محمود عبد العزيز الذي لقبه البعض بعدد من الألقاب أبرزها الساحر وهو المزجنجي في الكيف والصعلوك في الصعاليق والفتى العاشق في حتى آخر العمر وأبو هيبة في جبل الحلال. ورحل الساحر تاركا خلفه إرثا فنيا من عشرات الأفلام وعدد من المسلسلات وكثير من المحبة بقلوب جمهوره وألما كبيرا لفقدانه. بدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم الحفيدة، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة 70s منها حتى آخر العمر مع حبي وأشواقي كفاني يا قلب. وحصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية، من أهمها جائزة أحسن ممثل عن أفلام الكيت كات القبطان الساحر من مهرجان دمشق السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم سوق المتعة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل عن فيلم الكيت كات من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وجائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان في فيلم الليالي المقمرة. وقبل وفاته بنحو 20 عاما كان يعاني من آلام لم يفهم سببها في البداية، وسافر فرنسا لإجراء فحوصات طبية، وقيل أنه كان يعاني من نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم، كما يعاني من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة وتم إزالته جراحيا، لكنه ظل يعاني من مشاكل في التنفس. وتابع قائلا: خلال تواجدنا في الطائرة أوصاني بأنه إذا لم يعد حيا أن يتم دفنه بالإسكندرية وأن يتم رش المياه البحر على قبره. وواصل سمير صبري حديثه: وظل في المستشفى لمدة 6 أيام لإجراء فحوصات ثم العملية، وبعد شفاه دخلت عليه ومعي زوجته الأولى وشقيقه فضحك وقال: من الظاهر أنه لن يتم رش الماء الآن. وتزوج الساحر مرتين، الأولى من جيجي زويد وأنجب منها ابنته الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان والمخرج محمد محمود عبد العزيز، وزوجه الثاني كان من الإعلامية وسي شلبي التي كانت إحدى أشد معجباته عام 1998 ولم ينجب منها. المذيع الفنان سمير صبري صاحب الخبطات وراد التوك شو والبرامج الاستقصائية. أكسبتهم ثقافتهم الواسعة ومواهبهم المتعددة وحضورهم الجميل شعبية وجماهيرية واسعة جعلت الجماهير تنتظر كل طلة لهم عبر الشاشات أو الإذاعات، ومنحتهم قدرة فائقة على العطاء في العديد من المجالات. فلم يقتصر عطاهم وإبداعهم على التمثيل فقط، ولكنهم أبدعوا حين خاضوا تجربة المذيع ومنحوها من صفاتهم ومواهبهم فتميزوا وأصبحوا علامة في المجال الإذاعي والفني، فضلا عن كونه فنانا شاملا موهوبا يبدع في التمثيل والاستعراض والرقص والغناء. فهو مذيع لامع مثقف موسوعي قدم العديد من البرامج المهمة على مدار تاريخه. ولد سمير صبري في 27 ديسمبر عام 1936 بالإسكندرية التي كان لها دور كبير في تكوينه كمدينة متعددة الثقافات كان يعيش بها العديد من الجاليات الأجنبية والعربية، وكانت أسرته محبة للفنون تصحبه معهم ليرى الفرق المختلفة ومنها فرقة الكوميدي فرانسيس أكبر فرقة في فرنسا.
وفرقة شكسبير الإنجليزية وفرقة الأوبرا الإيطالية. انتقل سمير صبري إلى القاهرة مع والده، حيث أقامت الأسرة في نفس العمارة التي يقيم فيها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ وعددا من عمالقة الفن، ومنهم فريد شوقي وهدو سلطان ومديحة يسري ومحمد فوزي وفاتر حمامة، وهما كان له أثر كبير في مسيرته وحياته. وفي البداية تعرف الطفل الوافد من الإسكندرية على العندليب بحيلة ذكية، حكى عنها في حوار مع اليوم السابق قائلا: كنت أعشق العندليب وأتمنى أن أتحدث معه، فكنت أنتظره عند الأسانسير لأركب معه، وهندني تفكيري أن أتحدث معه باللغة الإنجليزية، وادعيت أن اسمي بيتر وأنني أجنبي حتى ألفت انتباهه، وأكدت له أنني أعشق كل أفلامه وأتمنى أن أمنحه بعض صوره. ففرح العندليب بأن الأفلام العربية تلفت انتباه الأجانب وأعطاني صور كثيرة علقتها في غرفتي، واستمرت هذه الخدعة لما يقرب من عام كامل، حتى تصادف أن شاهدني العندليب مع والدي فقال له أبي أنني مغرب به وأعلق صوره في غرفتي، فكشف العندليب الحيلة وضحك. حقيقة وفاة الفنان سمير صبري نقابة المهنة التمثيلية تصدر بيانا. قال الفنان سمير صبري أن حسب تقرير الطب الشرعي البريطاني والمصري في وفاة سعاد حسني، أكد أنه لا يوجد كسر في الجمجمة، ما يدل على أنها لم تسقط من البلكونة. وأضاف صبري خلال لقائه مع برنامج واحد من الناس على قناة في الحياة: أعتقد أنه تم قتل سعاد حسني إثر مشاجرة مع أحد ما، وتم ترك الجثمان في الشارع ولا يوجد انتحار أو أي شيء من هذا القبيل. وتابع: كنت أعرف أن صاحبة الشقة التي تقيم فيها سعاد حسني في لندن تشرب مخدرات، وعندما كنت أسألها عن آخر لقاء لها مع سعاد حسني كان كلامها متضارب، وأنا ذكرت ده في التحقيق الاستقصائي المصور الذي قدمت لحل اللغز راحل سندريلا. سمير صبري يستند على دليل قوي لكشف تفاصيل وفاة سعاد سمير صبري يستند على دليل قوي لكشف تفاصيل وفاة سعاد حسني. عقد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ضمن فعالية اليوم الثالث بدورته العاشر التي تقام تحت شعار 10 سنوات من الخيال، ندوة تكريم الفنان سمير صبري صباح اليوم بحضور المخرج مجدي أحمد علي والفنان محمود حميدة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب انتشار الشائعات عن الفنان سمير صبري؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.